موضوع ارتفاع وانخفاض الدولار، مرحبا بك دكتور. بعد قرار الحكومة بتخفيض سعر الدولار، ما الضامن للسيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي في وقت يشير فيه بعض الخبراء إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي؟ تفضل. طبعا من الواضح أن البنك المركزي العراقي حاليا يحاول تقليل الطلب على الدولار بالسوق الموازي. عملية إعطاء دولار مدعوم بسعر 1300 سيساهم في زيادة بوصلة الاستيراد من الدول الغير مشبوهة، وبالتأكيد يرفع من قدرة المنافسة للسلع المستوردة بالسعر الرسمي 1300. التجار غير النظاميين، المنافذ غير الرسمية للاستيراد، السوداني تعهد بعملية ضبط هذه المنافذ وتقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، لأن بالتأكيد السلع التي تدخل من منافذ غير رسمية تباع في الأسواق العراقية ويطلب أصحابها الدولار بالتأكيد من السوق الموازي. فإذا ما نجحت الحكومة في إكمال هذا القرار الجيد في ترصين عملية الاستيراد ومنع أي استيرادات بدون تحويل خارجي سواء من خلال الاعتمادات أو من خلال الحوالات، سينخفض الطلب في الدولار على السوق الموازي. طيب في ظل التعيينات، يعني دكتور صفوان، في ظل التعيينات الأخيرة للحكومة من جهة وتخفيض سعر الصرف من جهة أخرى، ماذا لو تراجعت أسعار النفط؟ هل الحكومة ستكون قادرة على التوازن ما بين القرارات التي اتخذت سابقا؟ طبعا المخاطر عالية، يعني اتخاذ قرار دعم الدينار العراقي بهذا التوقيت يتطلب من الحكومة أن تنفذ برنامجها في استرداد أموال الفاسدين لكي تكون مصدر من مصادر تمويل موازنة 2023، وكذلك فتح نافذة بيع ممتلكات الدولة إلى الدولة إلى صناديق التمويل الذاتي من أجل تعويض النقص الحاصل في الدينار العراقي، وكذلك إمكانية أن يكون لدينا استثمار في جانب المعدات الصحية والأدوية، تشغيل المعامل الموجودة حاليا، معمل سامرة غيرها من المعامل، سيساهم في تقليل استيراد الأدوية بما لا يقل عن 3 مليار دولار. فباعتقادي طيب نحن دكتور، أمام مثل هذا نعم الموضوع. نعم دكتور صفوان، يعني يوم غد المفترض سيكون هنالك اجتماع بين المركز، يعني بين المصرف المركزي في واشنطن وأيضا بين الفيدرالي الأمريكي. هل شنو الشروط اللي برأيك متوقعة اللي يفرضها الفيدرالي الأمريكي على العراق؟ يعني بتقديري الفيدرالي لن يتراجع عن موضوع معرفة من هو المجهز للسلعة لصالح العراق، وعملية الضغط على جانب الفيدرالي قد تكون فقط في جانب تنظيم التجارة مع إيران ومع روسيا، باعتبار أن هذه الدولتان الآن تقع ضمن نطاق العقوبات والعراق لديه تعامل تجاري معها. فإذا سمح لنا الفيدرالي الأمريكي التعامل التجاري بإشراف الخزانة بإشراف الفيدرالي الأمريكي مع الجانب التجاري الإيراني للسلع ذات المساس لحياة المواطنين، وكذلك جانب الاستثمارات الروسية وتحويل عائد مالي إلى روسيا عن طريق استمرار الاستثمارات الروسية في العراق، أو فتح نافذة جديدة للتعاملات المالية مع الدول المشبوهة أو طيب الدول غير طيب دكتور صفوان، يعني هل الحكومة قادرة على تطبيق تلك الشروط التي ستفرضها الفيدرالي الأمريكي؟ ماذا في حال أخفق العراق في تطبيقها، خصوصا أن هنالك إخفاق سابق في السيطرة على تهريب العملة؟ العملة لهذه اللحظة تهرب ممكن حسب أخصائيون. نعم، يعني من الواضح أن الفيدرالي الأمريكي مصمم طبعا بإسناد المستثمرين الجدد في مؤتمر دافوس، يحاولون الآن أن يقدموا إلى العراق ويحاولون تنظيف الاقتصاد العراقي من الفاسدين، فبالتأكيد لن يسمح الفيدرالي بالوصول إلى الدولار العراقي إلا إذا كان هذا الدولار يذهب إلى الشعب العراقي وفقط، بخلافه على الحكومة على البنك المركزي
أن يعدلون مسار التنظيم المصرفي المالي لكي يمتثلون إلى هذه القرارات بأسرع وقت ممكن. نعم دكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.